لو الحكاية فيها إن فيديو. معماري وكان بيدرس في الفنون الجميلة، كان رئيس قسم عمارة وتاريخ فني، فكان على دراية بكل الحضارات اللي فاتت في البلد والتطورات اللي حصلت، وشاف قد ايه مع الأسف ان دخول الميكنة في حياتنا وقف أنشطة حرفية كتيرة كانت بتشكل جمال في الحياة، كان الحرفي له مكانة عالية في المجتمع لأن هو اللي كان بينتج كل اللي الناس بتستعمله، وعشان كان هو بيعمله بإيده وبفكره كان بيضيف لمسة جمالية للمنتج بتاعه. اختار قرية أولاً عشان يعمل تجربة علمية لازم تأمن عناصر معينة عشان تخدم الهدفك يعني، فأخذ قرية، وده الكلام ده في الخمسينات، سنة 50 اختار قرية لأن في القرى أو وقتها ما كانش في حاجة بتتعمل للأطفال، اتجه للطفل لأن الطفل حر ولسه بكر ما تأثرش بأي تأثيرات، خصوصا طفل قرية في الوقت ده لأن في القرى ما كانش فيه حتى مدارس. فابتدى يدور في الخمسينات على قرية مش بعيدة عن الجيزة لأن هو كان ساكن في الجيزة، بحيث أنه يقدر يجي يتابع العمل، ولقى الحرانية هنا أهلها بسطة جداً، كل اللي بيعملون هم زراع، ما حتى اختار قرية ما فيهاش أي نشاط حرفي قبل كده عشان ما يتأثروش بيه. تقريباً 15 بنت وولد أعمارهم بتتراوح من 8 سنين ل 11 سنة، تمالي بيستنوه في الأرض لما يجي وبيساعدوه ومهتمين باللي هو بيعمله. فبعد ما بنى أول أوضة وقدر يجيب فيها أنوال، قال للولاد دولة أنا عايز أعلمكم نسيج. طبعاً وافقوا إن هم ما بيعملوش حاجة طول النهار، بيلعبوا في الغيط ما فيش أي حاجة، فجاب الأنوال وجاب الخيوط ووراهم إزاي يحطوا الخيوط على النول، والنسيج عبارة عن فتلة ورا فتلة قدام، ادالهم الألوان الصوف الملون وقال لهم وروني بقى أنتوا تقدروا تعملوا بدا إيه. القطعة اللي هنا قدامنا دي والدي عملها في الأربعينات، هو مارس حرف مختلفة يعني، كان عنده بيشتغل في كل حاجة، ولقى أن النسيج عمل السجادة دي عشان يعرف الطفل هيواجه ايه من ناحية تقنية الحرفة، فوجد انها مجال مناسب جدا انه يتحدى خيال الطفل بيه انه يبدع بيه. بقى سنة 52 مع الخمستاشر بنت وولد دولة ادهم الانوال والخيوط وسابهم، يعني هو كان ساكن في الجيزة كان بيجي مرة واحدة في الاسبوع عشان يشوف الولاد دول عملوا ايه، ساب لهم المكان بالخامات بكل حاجة وقال لهم لو انتوا حبيتوا ده ممكن يبقى مستقبل ليكم، انا عندي امل ان تبقوا فنانين. فكل طفل بقى خد نوله وقعد يكسر دماغه بحيث انه يقدر يشتغل وينسج الافكار، خصوصا ان هما ما كانش عندهم وسيلة تعبير الا نسيج. فبعد ما اشتغلوا شوية بس لقى انهم اكتسبوا احترام لان هم بيعملوه، حافظوا عليه وحبوه لان اخيرا حد بص لهم وفكر معاهم وبيغير حياتهم، وكمان علشان ان الطفل اللي بيشتغل ده يحس ان هو بيعمل حاجة جدية مش لعب او ضيع وقت، لا برضو لما بيشتغل كان بيدفع لهم فلوس. بقول لك اسلوب حياة، فلسه في اتنين فنانين من الجيل الاولاني اللي بدأوا في الخمسينات مع والدي، واحد انضم للمكان سنة 58
وواحده ست اتضمت للمكان سنه 62، دول لسه بيجوا لغايه النهارده وبيشتغلوا. سنه 56 57 اتعمل معارض في القاهره وفي بورسعيد واسكندريه. بعد كده عن طريق معارف والدي كان يعرف الملحق الثقافي السويسري وكان بيتابع الشغل ده في سنة 58. قال له أنا عايز أعمل لك معرض في سويسرا. فأول معرض اتعمل في الخارج كان 1958 في مدينة اسمها بال في سويسرا. عملنا في فرنسا، عملنا في انجلترا، عملنا في سويسرا، عملنا في ألمانيا، عملنا في هولندا، يعني أعدلك كل البلاد. وفي متاحف فنية في البلاد دي اقتنت قطع من المركز. في